القضيه ديال الفلوس، لا كتبنا كان جامع مثلا، كان جامع اكثر رمجياني، اللي جاب معاه رمجياني يعني غيقدر كاع يشري طوموبيل في الاول. انا ما شريت طوموبيل حتى دوزت واحد المده تقريبا، راه ما شريتها راه مؤخرا، انا راه شي شهر يمكن عاد خديتها انا، نعم، فهمتي؟ يعني بنادم يعني لا كان طوموبيل يقدر. والبيرمي شي حاجة مهمة، واللغة هنايا ياك. انا مهم، انا هادو هما المفتاح ديالك. انا باش غادي حيت ما عندك طوموبيل، بس غادي غادي الاوبر، ما جات غتولي خدام غير على اوبر، ما غادي توفر، ما غاديش في الحوايج. نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع. هذه المرة فيديو مختلف على باقي الفيديوهات، وهذه المرة تجربة مختلفة على باقي التجارب ديال الفحص الطبي والمقابلة إلى آخره. هذه المرة تجربة ديال أحد الفائزين اللي الحمد لله وصل لأمريكا واستقر، يعني تخرجوا له الوريقات ولقى خدمة وخدام دوز البيرمي. مهم كيفاش استقر هنا في أمريكا، غنحاولوا نربطوا الاتصال مباشرة مع هذا الأخ والصديق وأحد الفائزين، غيحاول يعاود لنا باختصار يعني شنو هما مثلا المشاكل اللي تعرض لهم، العراقيل، شنو اللي الحوايج اللي لقاهم هنايا، يعني اللي يقدر ينصحكم نتوما كمهاجرين جداد باش ما تحاولوش تطيحوا في هذه المشاكل وهذه الصعوبات اللي لقاهم هما، وتحاولوا تخدموا عليهم قبل ما تجيو هنا لامريكا. اذا خليونا نربطوا مباشره الاتصال مع هذا الصديق، يحاول يحكي لنا كيفاش جا وشنو هما هاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا سي عبدو، كيف الحال والأحوال؟ وكيف أنا في كمال بخير، هاني لبس عليك. هانية، كل شيء بخير؟ والله إلا بخير الحمد لله. أنت هو هذاك؟ الله يحفظك، بارك الله فيك، الحمد لله على كل حال. مرحبا بك، أنت راك معنا مباشرة على كمال. مرحبا بك راه كاين كمال. شي إخوة اللي غيكونوا يذكروك، وكاين اللي ما غاديش يذكروك، لأنك أنت دوزتي التجربة ديالك نهار فاش الحمد لله حصلتي على فيزا مقبولة، والحمد لله تيسرات ديك الامور بعد عناء من المشاكل اللي كانوا وقعوا لك. دابا الحمد لله تيسرات ديك الامور، جيتي بخير وعلى خير لامريكا. حاول حكي لنا فوقتاش جيتي لامريكا، ودير غير واحد التذكير، شحال كان الكيس نمبر ديالك، وشنو هما المشاكل والصعوبات. انت دابا جيتي، عاود لنا شنو 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 شفتي وشنو تلاقيتي وشنو الصعوبات والمشاكل المهم اللي في هذه المده اللي جيتي بها هنا لامريكا. تفضل. مرحبا مرحبا سي كمال. المهم جيت انا اول حاجه جيت لامريكا، جيت لها في الاخر ديال شهر 6، الاخر ديال شهر 6 انا كاين هنا. 2022 ديالي كان 2022، ماشي 2022، نعم 2021، 2022 جيت هنا. الكيس نمبر ديالي كان تقريبا شي 28000 شي حاجه، ما بقيتش عاقل مزيان. شغنقول لك، جيت هنا تقريبا راه تلقى لي المصادف في المطار. اش من ولايه؟ اش من ولايه خويا عبدو؟ ولايه تينيسي. تينيسي، تينيسي ستيت. نعم. شغنقول لك، اول حاجه يعني بنادم خاص يكون مصادف، فهمتي؟ يعني المستضيف خص يكون عندك المستضيف، إذا كان عندك المستضيف 90% ديال المشاكل والصعوبات غتفاداهم. إذا كان عندك المستضيف في كمال، عندك واحد 90% 100% كاع، فهمتي، ديال المشاكل غادي تفاداهم، وخصوصا إلا لقيتي شي مستضيف اللي غادي يوجهك، يعني غادي يعطيك، يعني غادي يحطك في النقطة ديال الصواب كما تنقولوا. الأخطاء اللي داز منهم هو ولا اللي دازوا منهم ناس آخرين خلال التجربة ديالو هو، راه غادي يقولها لك باش أنت تحاول تفادى هذوك الأخطاء وما تطيحش فيهم أنت عاوتاني، وتختصر عليك الوقت وما تضيعش الوقت بزاف. نعم، إذن أول حاجة المستضيف، زيد تفضل. أول حاجة المستضيف يكون مزيان. المهم جيت أنا، المهم اكتنت حالي كندوي لونجلي الحمد لله، ولكن واخا هذيك لونجلي اللي عندي راه كتولي لونجلي أخرى هنا، إذن يعني الناس هنا راه إذن اللغة كتلعب دور يعني كبير هنا، يعني كتلعب دور كبير، راه أبر را يعني فاش غادي تحيد من حدا المستضيف غتبعد عليه، غتولي بوحدك، راه غتولي انت ديك الساعه راه ديال راسك، وغتولي انت اللي كتواجه الناس وكتدوي معاهم في الحياه اليوميه ديالك. يعني ما خصش عندك اللغه، يعني ما خصش هنايا خص يكون ديما المستضيف حداك، راه امبوسيبل يكون ديما معاك لوكسيلير كما لا كنقولوا. لا 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 لا، المستضيف ما المستضيف الايام الاولى صافي كما تنقولوا، فهمتي؟ نعم. يعني من بعد راه ما غاديش يبقى معاك هو، يعني حتى هو عنده حياته وعنده مشاغل ديالو ومشاكل كما تنقولوا، فهمتي؟ نعم. يعني ما غاديش يكون معاك، يعني ديما بنادم يكون قبل ما يجي يحاول يقرا اللغه، يحاول اللغه تكون عنده، يعني هذاك الباجاج فاش غادي يجي هنا، هذاك البيزيكس كما تنقولوا فاش يعني غادي يجي هنا. يعني انت اخويا عبدو، انت يعني كان عندك شويه لونجلي، وكنتي في واحد البلد اللي يعني كيهضر بالونجلي، ومع ذلك جيتي هنايا بحال اللي لقيتي شويه الصعوبه فيها. لقيت صعوبه واحد شويه، وبالاحرى يعني واحد اللي ما عندوش كاع لونجلي. لا هذيك مشكله، هذيك صراحه ديال الله، هذيك مشكله خايبه هذيك، فهمتي؟ يعني نعم. بنادم لا عرف راسه صافي سيليكسيون زعما وغادي ياخذ المسائل، وهذا
يقرا لونجلي. دابا لونجلي دابا كلشي تقريبا كيقرا، فهمتي؟ كل شيء دابا البروفيل راه عنده واحد فدخل غير الفيسبوك تقراها، اليوتيوب تقراها، الانستغرام تقراها، يعني كل شيء متوفر. باين باين يعني سي كمال، كلشي متوفر، وكيبقى الرغبه ديال بنادم واش باغي يتعلم حاجه ولا لا، فهمتي؟ نعم يعني لا ما يضيع الوقت يقول تاني نجي هنا. هنا فاش غادي تجي هنا خصك تكون عندك لونجلي، هنا ماشي غادي تجي هنا انت عاد غادي تقرا لونجلي عاد غتبدا، يعني انت ديجا كون مضيتي مع اللغه، فهمتي؟ نعم حاجه اخرى عاوتاني، يعني كيبقى البلان ديال فاش غادي يجي بنادم هنا، غادي خصو يبدا الخدمه، وفاش يبدا الخدمه غادي يحاول يجمع شويه وفر، موراها غادي يدوز البيرمي، يدوز البيرمي قبل اخويا عبدو، هي من الناحية ديال الفلوس اخويا عبدو. جيت معايا انا فاش جيت من المغرب، جبت معايا تقريبا شي 2000 دولار، وخيرا شي 2000 دولار اللي جبت معايا من البلاد، ولكن فهمتي؟ يعني كان عندك انت المستضيف، يعني ريحتي مع المستضيف واحد شوية. ريحت مع المصاريف انا تقريبا راه شي وقيله شي شهرين هكاك باش ريحت معاه، لقلات معاه يعني وصافي تخرجك الصراحه. الوثائق، تا خدمتي، تا عطاك لا خدمت طوموبيل. كل شيء. المصاريف صراحه، المصاريف هو الزوجه ديالو ولاد الناس صراحه، هي هذه كنعرفهم، فهمتيني؟ كنعرفهم بجوج. نعم شنو نقول لك، يعني بقاو معايا، وقفوا معايا، يعني فهمتيني؟ يعني الحمد لله كما تنقول وقفت على رجليا صافي. كانوا عطوني الطوموبيل ديالهم، حيت كانوا عندهم تقريبا، ما نكذب، كانوا عندهم طوموبيلات، وكانت الثالثه بقاو غير حاطينها، يعني انا ما كانش عندي ديك الوقت طوموبيل، فهمتيني؟ نعم مشى معايا مسكين تدوس البيرمي، مصادف مشى معايا تدوس البيرمي، كانوا غير ردوني حيت هما دابا هنا في الدي ام في ما كيعرفوش الفيزا ديالنا ولا، فهمتي؟ نعم يعني شاو مشيت دوز ديك الساعه التيست، تيست بدا ما جبتوش المره الاولى حتى المره الثانيه، يعني في المحاوله الاولى، المحاوله الثانيه عاد باش خديت البيرمي كما تنقولوا، ولكن فاش مشيت عند الريسبشن عطيتها الباسبور والوثائق ديالي الدوكيمنت والبروف اوف ادريس، قالت لي يا ودي اري الباسبور ديالك، فاش بدات كتشوف دخلات بيه لواحد البيرو، دخلات دارت فيزا بقات كتسكاني فيها، كتسكاني الباسبور ياك ماشي حاجه فايك ياك، ما فهمتي؟ نعم وانا تنقول لها يا ودي راه باقا ما جاتنيش الجرين كارد، راه هذا راه كي راه يعادل الجرين كارد، تنقول لها الفيزا اللي هنا راه غير كوا كون كوا راه كتسنى في جرين كارد جين، ولكن راه وقت عطلات، فهمتيني؟ نعم يعني هي هذيك صافي. من بعد بقيت ثاني فاش لقيتي لقيتي الخدمه، بقيتي خدام الحمد لله صافي، بدات يعني الدولار بدا كيدخل كما كنقولوا. تفضل. خدمت مع امازون، يعني الخدمه هنا، ما هنا الخدمه موجوده الحمد لله، فين ما بغيتي تخدم غادي تلقى الخدمه، فهمتي؟ غادي غير تكون انت شويه، فهمتي؟ هذه ولاية تكون قاد تينيسي. براسك. ولاية تينيسي هنا تنقول لي، نعم يعني بنادم يكون قاد براسه كما تنقولوا، فهمتي؟ وديك نعم الساعات راه فين ما تحط راه غادي يلقاك في غارك. واحد السؤال اخويا عبدو، بالنسبه للحرافي، تفضل. شنو كتنصح الاخوان يتعلموا مثلا؟ اللي شتي انت هنا في امريكا، شتي دابا مع اصحابك وانت في نيت مع امازون، شنو شتي مطلوب؟ لاحظتي انتيا مع عليه الطلب؟ واخا اللي عليه الطلب هنا، غادي نقول لك هذاك الدومين ديال داكشي ديال الالكتريسيتي، ديال الكهرباء، راه واكل عندك بلان ديال الويل، صدور، اها فهمتيني؟ سولوني عليه الاخوان، اللي صدور كاينه هي صدور، وعندك الدومين ديال المانتننس. الحلاقه، ما اول ما تنساها هي، وعندك الكونستراكشن راه تخدم فيهم، راه تيتخالصوا وتيخدموا فيهم، واخا كاين شويه ديال هذا، ولكن والحلاقة الحلاقه راه كاينه تبارك الله، راه مطلوبه. انا وزيد على داكشي ديال الاي تي وداكشي ديال الايرونوتيك. داكشي ديال الاي تي هذاك بوحدو، يعني الا كنت انت ديجا عندك باجاج في الاي تي ولا، راه تجي فهمتي، عيدوك غير انترفيو خفيف ظريف، يعني هنا يا فهمتي؟ اخويا عبدو، الاخوان والاخوات، يعني نصيحه، يتعلموا شي حاجه، شي حرفه في يديهم كما كنقولوا، ما يجيش يعتمد غير تعلم على شي داك حاجه. شهادات البكالوريا ولا. لا 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 لا، جيتي على الباكره ما غاديش تفهمتي، غتضيع الوقت وغادي تضرب تماره، هي تماره كاينه في كلتا الحالتين، ولكن غتولي هي اشد تماره كما تنقولوا. تمارا بدرجات كما كنقولوا، ياك كل واحد الدرجه درجه التماره ديالو. الله يحفظ الوالدين. نعم تفضل. كلها درجه ما بحال درجه، فهمتي؟ نعم كلها نعم حاجه ما تختلف عليها. نعم تفضل اخويا وكاين عبدو. كاين عاوتاني وكاين عاوتاني واحد حاجه اخرى، يعني اللي يخدم مع امازون هنا راه دايره واحد، عندهم بينيفيت زوينين، يعني اشنو تدوز معاهم تقريبا 90 دايز، عندك واحد 3 شهور تقريبا كيخلصوا عليك، كيتحل لك واحد الحاجه سميتها الكارير تشويس، كيخلصوا عليك اللي بغيتي، بغيتي تقرا الاي تي، بغيتي دير تراكينغ، بغيتي دير تقرا على باش تولي لاير، اي حاجه كيخلصوا عليك نعم في الحدود هذه مع ديال امازون. دي مع امازون تقريبا كيخلصوا عليك في العام شي 5250 دولار وكذا، نعم وانت هذيك تختار ديك الساعه شنو بغيتي دير، وديك الساعه انت قررت بغيتي دير، ما فابور عندهمش هما المشكل، فابور ما تخلص والو،
وتعالى هذيك الساعه على فاش تخرج بغيتي تخدم معاهم كمل معاهم بحال درتي الاي تي مثلا بغيت تخدم معاهم تخدم ما غاديش يبقاو شادينك بهذاك البلان ديال خلصوا عليك الا خصك ترجع تكمل معاهم كما يعني كيديروا بعض تحسب. الشركات مثلا، ناخذ مثال غير لا ديال لا التراك ديال السي دي ال، الى امازون خلص عليك واش كيقول لك غتجلس معاهم ضروري عامين ولا كونترا، ولا غير الا شديتي لا السي دي ال رشقات لك تخرج؟ لا 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 هنا الاكثريه كاين اللي كيشد السي دي ال ديالو مع امازون اغلبيه كيديروه حتى انا مصاريف عندي راه كندير هذا البلان يعني مع امازون هذيك الساعات راه صافي هو كان خدام في تام تيم ترانسبورتيشن ولكن هنا امازون دايره لك يعني غير شد المسائل ديالك بغيتي ترجع تكمل معاهم ماشي حتى السي دي ال كاع يعني تكمل معاهم في الوير هاوس ولا كمل ترجع بغيتي تخدم بغيتي تمشي تخدم في تراكينج اندستري ما عندكش مشكل فهمتيني نعم يعني ما كيبقاوش شادينك عوض عكس بعض الشركات الا خلصوا عليك مثلا نروح حنا في النطاق ديال البيرمي ديال الرموك مثلا لما مشاو تخلصوا عليك راه كيشدوا. كاين معاهم كونترا ديال عامين وغيدمروا على الديال بصح نعم يعني هذه نقطة مهمة هذه بنادم يديرها بعين الاعتبار نعم شي اضافه اخرى اخويا عبد الصمد، شي نصيحه المهم اجماليه للاخوان؟ دابا انت راك جيتي يعني من شهر 6 تال دابا حنا في شهر 2، يعني راه دابا تقريبا هذه 6 شهور، قول 7 شهور دابا فاش انت هنايا، راه طلع في 8 شهور دابا. شي طلع نصيحه كنت للشباب خارج والشابات اللي جايين، وخاصه هاد الوقيته اللي حنا عايشينها العالم يعني عايشها ديال الغلا راك عارف التضخم، شي نصيحه اخويا عبد الصمد؟ بنادم يكون يدير يعني يدير يقينه في الله وتكون النيه ديالو مزيانه فهمتي ويتبع طريق الله وما يكون غير الخير فاش يجي هنا راه كيحاول يصور بنادم يعني راه الا مشيتي في هذه البلاد هذه خصوصا الا مشيتي تزربتي راه تقدر توقع في شي مشكل اللي غادي يولي راجع بك 10 سنين اللور من حياتك يعني شويه يعني شويه بنادم ياخذ الحيطه والحذر ديالو يعني الله كاين يتلاحظ بعدها انضبط كما فهمتي يقولوا، انضبط بالقوانين والاحترام انضبط وفهمتني، لان بالقوانين راك غيرتي بلاد، احترم الناس غيرتي قانون، غيرتي مجتمع، غيرتي ثقافة، غيرتي لغة، يعني غيرتي خصك ما تجيبش داكشي ديال البلاد جيت تبغي تطبقه هنايا، صح؟ لا 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 كلشي يعني راه بدلتي الجو بدلتي كلشي داكشي ديال البلاد غتخليه في البلاد يعني غادي هنا غتخدم بالقوانين ديال هنا يعني غادي دير الاسقاط على داكشي اللي كاين في البلاد واللي تعلمتي في المجتمع ديالنا حنا زعما في المغرب تزيد ديره هنا غتولي شي مشكل غتولي فهمتي نعم يعني قوانين ماشي بحال كل بلاد وقوانين ديالها كما كنقولوا نعم فهمتيني اذا اخويا عبد الصمد كما قلتي، جي معك شويه الفلوس، تعلم اللغه، جيب معك جي معك شي حرفه، وانضبط القوانين. بصح القضيه ديال الفلوس لا كتبنا كان جامع مثلا كان جامع اكثر راه مزيان اللي جاب معاه راه مزيان يعني غيقدر كاع يشري طوموبيل في الاول انا ما شريتش طوموبيل حتى دوزت واحد المده تقريبا راه ما شريتها راه مؤخرا انا راه شي شهر يمكن عاد خديتها انا نعم فهمتي يعني بنادم يعني الطوموبيل والبيرمي شي حاجة مهمة، واللغة هنايا ياك؟ انا مهم انا هادو هما المفتاح ديالك هنا باش غادي حيت ما عندكش طوموبيل بس غادي الاوبر ما جات غتولي خدام غير على اوبر ما غادي توفر ما غاديش في الحوايج نعم يعني بنادم غير يصبر ويزير راسه في هذيك الايام الاولى الايام الاولى كتدوز صعيبه ولكن الحمد لله من بعد قلت واحد الكلمة زوينة، يا الصبر. لما صبرتيش ما غدير والو صراحه فيما مشيتي ولكن خصوصا انا يعني بعيد على الوالدين بعيد على فهمتي نعم الا ما صبرتيش ما دير والو الصبر هو نعم كل شيء الصبر بيفتح الفرج صلاة على النبي. شكرا لك اخويا عبد الصمد بزاف بزاف على هذه الوقيته ماشي ديالك، مشكلة وبغيتي تبارطاجي معنا التجربه الله ديالك، صراحه كنحييك الله وراك يعطيك صديق وعزيز، راه كنهضروا بزاف انا وياك. تحيه وتقدير لك اخويا عبد العافية الصمد، الله والله يحفظك يوفقك، احنا شكرا راه الاشاره. شكرا لك انت، تحياتي الله اخويا، يحفظك الله الله يبارك فيك، الله السلام عليكم. شكرا السلام عليكم اذا اخواني اخواتي، هذه هي التجربه ديال السي عبد الصمد، راه كنظن ان راه عطاكم يعني نقاط مهمه ومهمه جدا، يعني جلاس مع راسك ادورها في دماغك مره وجوج وثلاثه واربعه، ومرحبا بك، ويلكم تو امريكا كما يحييكم. السلام عليكم ورحمه الله.